بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أول حلقة من حلقات الـ C++ هنتعلم مع بعض إزاي نجيب الـ Editor والـ Compiler مع بعض. أول حاجة طبعا هنخش على جوجل اللي كلنا عارفينه، وبعد كده هنكتب كود بلوكس مسافة EB. تمام، أول ما هكتب كود بلوكس مسافة EB وأدوس Enter هيجي لي هنا أول لينك بتاعي كود بلوكس EDU Portable Simple Free. اقوم دايس على اللينك، بعد كده انزل لتحت هنا شويه هيلاقي ويندوز انستولر، اقوم عامل رايت كليك واقول له سيف لينك از. طبعا بعد ما سيف لينك از اختار مثلا على الديسكتوب ان هو ينزل او في اي مكان، لازم اكون عارف المكان اللي هينزل فيه، واقول له سيف. اول ما انا هقول له سيف هلاقي العداد هنا بيعد 38 منت حسب سرعه الانترنت اللي عندك. لو انا نزلت كده هلاقي العداد هنا بيعد، طبعا تنتظر لحد ما العداد يخلص وينتهي الانستوليشن بتاعه. اول ما يخلص التسطيب بتاعه اوتوماتيك هتلاقي التسطيب نزل، وهتلاقي الكود بلوك اي بي نزل عندك ايقونه بالمنظر ده. هتدوس دبل كليك علشان تبدا تعمل انستول. انستول يعني تفك الملفات اللي موجوده جواه وتنزله على جهازك. هتدوس ران هيقول لك يس. بعد كده اهوت هتبدا تقول له نيكست، بعد كده تقول له I accept agreement، next next، بعد كده تبدأ تقول له next، بعد كده create شورت كات menu تقول له next. ولو عايز تكريت ايكون ديسكتوب يعني ايقونة على سطح المكتب بحيث ان انت تبقى سهل تفتح الكود بلوك تقول له next install. اول ما هتعمل له انستول هيبدأ يمشي البروجرس بتاعك ويسطب الكود بلوكس. طبعا احنا هننتظر لحد ما الكود بلوكس يتسطب بالكامل ونتعلم ازاي نعمل اول مشروع بالكود بلوكس. اول ما بيخلص الكود بلوكس بيقول لي يا ترى انت عايز تعمل لانش. لانش يعني تشغيل الكود بلوكس. ابدا اقول له فينش ويعمل لانش عشان اطمن ان الكود بلوكس شغال واقدر ان انا اشغله. تمام، بتفتح لي القايمه، وده البرنامج الشكل الواجهه العامه بتاعه الكود بلوكس. ممكن ان انا افتحه من قايمه ستارت منيو، ان انا افتح قايمه ستارت اقول له كود بلوكس هلاقيه كود بلوكس على طول اقدر افتحه وابدأ اشتغل عليه. وان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتعلم ازاي نشتغل على الكود بلوكس بالتفصيل. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. شكرا والى اللقاء.